منذ أسبوع كانت هذه الساحة تشتعل على وقع الرصاص والقصف بين الجيش ومسلحي الشيخ أحمد الأسير. اليوم هكذا أصبحت الصورة. بعد أسبوع على معركة عبرة لا أثر للشيخ الأسير ولا لأنصاره. مسجده بعهدة دار الإفتاء في صيدا وخيمته التي كان أقامها فوق الطريق العام في محيط المجمع أزالها الجيش في ساعات الليل الأخيرة. في محيط المجمع وأمامه تواصلت ورش رفع الأنقاض والتنظيفات وفتح الطرقات. مواطنون يتفقدون شققهم وآخرون يسألون الجيش عنها، خصوصا وأن عددا من سكان المنطقة ولا سيما في محيط المجمع لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في المدى المنظور طالما لم ينهي الجيش عمله العسكري بعد. كما أن الجيش أبقى على شقق تابعة للشيخ الأسير بأمر من النيابة العامة العسكرية مقفلة لأنه لم ينهي عمله فيها. دعوة جميع أهالي وسكان بلدة عبرة بمختلف أطيافهم إلى العودة إلى ديارهم وللعمل سويا لتصبح عبرة مثالا يحتذى به على صعيد العيش المشترك. في ترجمة لكلام رئيس البلدية، يعمل هذا الفريق منذ يوم السبت وفي الأيام المقبلة على استقبال كافة طلبات المواطنين الذين تضررت منازلهم والأعداد بالعشرات. حسب الارقام اللي عندنا متسلسله صرنا ب 170 حاله، وعندنا الاجار يعني مثلا في دمار شامل لبيوت محروقه، في عندنا مثلا بيوت مضرره ازاز براد تكسير، في بيوت مضرره من سرقات من بعد الحالات اللي صارت يعني بعد القصف. بعد اسبوع على معركه عبره عادت الحركه الى طبيعتها في الظاهر، ولكن في الباطن لا تزال أسئلة كثيرة يطرحها أهالي المنطقة وسيرددونها كثيرا في الأيام المقبلة في محاولة لفهم حقيقة ما جرى في مدينتهم.